يا عذراء يا مريم يا نبع الحنان، صل لأجل بلدنا يعطيها سلام وأمان. يا عذراء يا مريم يا نبع الحنان، صل لأجل بلدنا يعطيها سلام وأمان. يا عذراء يا مريم يا نبع الحنان، صل لأجل بلدنا يعطيها سلام وأمان. يرسل لنا روحه يملك القلوب، وشعب مصر يقوم عند الفهد المصلوب. يا عذراء يا مريم يا نبع الحنان، صل لأجل بلدنا يعطيها سلام وأمان. يا عذراء يا مريم يا نبع الحنان، صل لأجل بلدنا يعطيها سلام وأمان. أرضنا اتبركت بطفلك القدوس، اطلب لنا منه يخلص النفوس. يا عذراء يا مريم يا نبع الحنان، صل لأجل بلدنا يعطيها سلام وأمان. يا عذراء يا مريم يا نبع الحنان، بارك بموسى الكريم، ويعقوب شرفنا وإسحاق وإبراهيم. يا عذراء يا مريم يا نبع الحنان، صل لأجل بلدنا يعطيها سلام وأمان. يا عذراء يا قبل سنين الجوع والجفاف والضيق، أرسل ليها مخلص يوسف الصديق. يا عذراء يا مريم يا نبع الحنان، صل لأجل بلدنا يعطيها سلام وأمان. يا عذراء يا مريم يا نبع الحنان، من مصر دعوتي ابنك يا بنا القدوس، ليتمم خلاصا لكل النفوس. يا عذراء يا مريم يا نبع الحنان، صل لأجل بلدنا يعطيها سلام وأمان. يا عذراء يا مريم يا نبع الحنان، مذبحتي وسطها كما قال أشعياء، وارتوت أرضيها بدم الشهداء. يا عذراء يا مريم يا نبع الحنان، صل لأجل بلدنا يعطيها سلام وأمان. يا عذراء يا مريم يا عذراء بنورك في كل مكان، لنفرح بوجودك ويزداد الإيمان. يا عذراء يا مريم يا نبع الحنان، صل لأجل بلدنا يعطيها سلام وأمان. يا عذراء يا مريم يعطيها سلام وأمان. عجل بمجيئك وتعالى.
سلام وامان. يا عذراء يا مريم يا دمع الحنان، صلي لاجل بلدنا يعطيها سلام وامان. بسم الاب بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. سفر أخبار أيام الثاني إصحاح 9 من آية 3 وآية 5 3 و4 و5 بركاته فلتكن معنا أمين. فلما رأت ملكة سبا حكمة سليمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف خدامه وملابسهم وموقف سقاته وملابسهم ومحرقاته التي كان يصعدها في بيت الرب لم تبقى فيها روح بعد، والسبح لإلهنا دائما أبديا أمين. سر الزواج في الطقس بتاعه عندنا بيحدث بثلاث رسومات، سواء كانت الخطبة أو إن كان الارتباط الزوجي. الرشم الأولاني بنستدعي فيه بركة الآب، والرشم الثاني بنستدعي فيه بركة الإب، والرشم الثالث بنستدعي فيه بركة الروح القدس. في الرشم الرشومات الثلاثة بتبقى باسم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. في الأولاني بنقول إن فلان هيرتبط بفلانة، وطالبين بركة الآب، لأن الآب هو اللي وافق على إن الابن يجي ويخطب عروسة من الأرض اللي هي الكنيسة. في الرشم الثاني بنقول باسم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، فلانة هترتبط بفلان، ودي باسم ربنا يسوع بنرشم رشم الإب بركة يسوع اللي حببته فينا فخلتنا نحبه لأننا نحن نحبه لأنه أحبنا أولا. الرشم الثالث بيحط رأسهم في بعض القرنين، أن يبقوا فكر واحد وجسد واحد وروح واحدة، ونستدعي بركة الروح القدس اللي هيتمم الرباط الكامل. الكنيسة عندنا هي عبارة عن زوج وزوجة. الزوج هو المسيح بس لسه خطبها، والزوجة هي الكنيسة بس لسه مخطوبة. بعد ما خطبها راح يجهز ليها المكان، وبعد ما يجهز المكان هيجي ياخدها، ونشوف العروس اللي قال عنها في سر الرؤيا هيئت نفسها. واريد اليوم ان اتكلم معكم عن تهيئة النفس. قبل ما ابتدي احكي قصة بسيطة يعني خيالية شوية لكن تبقى في الواقع. في بنت شكلها وحش جدا، سنها 45 سنة، القطر فاتها، من عيلة وحشة جاهلة، اخلاقها في الحضيض، محدش يقدر لا يتعامل معها ويبص لها. وفي يوم من الأيام نسمع إن فلانة اتخطبت. مين الأعمى ده اللي خطبها؟ قالوا ده اللي خطبها عيناه تخترقان أسكار الظلام. يبقى ما يعرفش حاجة عن ماضيها. قال بالعكس، ده ماضيها وحاضرها ومستقبلها كائن قدامه.
يبقى بلا شك زي ما هي شكلها وحش هو شكله وحش، لان الطيور على اشكالها تقع. قالوا ده بيقولوا شكله ابرع جمال من بني البشر. خلي وظيفه، قالوا بالعكس بيقول وظيفته ملك الملوك ورب الارباب. وجاب لها ايه؟ شبكه. دفع دمه الدبع عشانها، ورايح دلوقتي ليه 2000 سنة عشان يجهز لها الشقة ويجي ياخدها في المكان اللي تليق بيه، وهي لسه عايشة شعنونة زي ما هي، بتجري ورا خرنوب الخنازير وبتجري ورا كل خطية وبتجري ورا كل شهوة أرضية. عمل الروح القدس هنا بيهيئنا، وعمل المسيح هناك بيجهز لنا المكان. يعني كل واحد عليه عمل. الابن عند الاب جالس عن يمين العظمه، لما بنتكعبل بيتشفع علينا. اكتب اليكم الا تخطئوا، وان اخطا احدكم فلنا شفيع عند الله الاب. وهنا نبدا بتهيئه الروح القدس لينا. جبت قصه لوحده جت زارت سليمان. ما هي انطباعات هذه المرأة؟ المسيح يسوع قال إن ملكة سبا هتدين العالم. ليه؟ لأنها جاءت من أقصى الأرض علشان تشوف حكمة سليمان، وهوذا هنا أعظم من سليمان. فلما رحت للست دي لقيتها شافت 7 حاجات. كل أسرة زوج وزوجة يشوفوهم هيبقى بيتهم بيت مهيئ للمسيح بالكامل، ويقدروا يطلعوا ويقولوا وبيته نحن. إيه اللي شافته؟ نمرة واحد حكمة سليمان. نمرة اتنين البيت الذي بناه. نمرة ثلاثة طعام مائدته. نمرة أربعة مجلس عبيده. نمرة خمسة موقف خدامه وملابسهم. خلوا بالكم من كلمة ملابسهم. نمرة ستة موقف سوقاته وملابسهم. نمرة سبعة المحرقات التي كان يصعدها. 7 أمور رمزية تخلي بيوتنا بيوت كنسية، لأن إحنا الكنيسة الأولى هي الأسرة. أول حاجة حكمة سليمان. لما رحت حكمة سليمان تفتكروا إيه اللي عمل الشهرة لسليمان؟ اللي عمل الشهرة لسليمان إني بعد ما جلس على الكرسي 2 سلايف متجوزين خلفوا مع بعض في يوم واحد، وبعدين واحدة منهم بتتقلب على طفل همات، قامت في نص الليل هما ملبسينهم زي بعض، فخدت الطفل بابنها الميت حطته جنب سلفتها، وخدت الحي حطته جنبها. قامت سلفتها الصبح، طبعا الأم هي الوحيدة اللي تقدر يا احبائي اللي تقدر تكتشف طفلها. فقامت لقت الطفل ميت، فبصت في وشه وملامحه عرفت انه مش هو. حصلت خناقه بينهم وبين بعض. لما حصلت الخناقه راحوا للملك سليمان، ودي كانت بدايه شهرته في الحكمه. فدي قالت له ده ابني، والثانيه تقول لها لا ده ابني. دي تقول لها ابنك الميت وابن الحي، والتانية تقول لها لا ابنك الميت وابن وانا ابن الحي. فسليمان قال لهم كده بالحرف الواحد هاتوا لي سيف. فجابوا له سيف. قال نشطر الولد نصين، ندي دي نصه وندي دي نصه، وده حكم العدل. اللي مش امه قالت له مظبوط يا مولاي انت حكمت حكم العدل. امه قالت لا
اديهولها كله وما تشتروش، انا مش متنازل عنه. فسليمان قال هي دي امه، ادوها الطفل. من هنا بدات تظهر حكمه سليمان وتنتشر في كل حاجه. لكن يسوع المسيح حكمته تفوق حكمه سليمان، لان سليمان واجد سلام، اما المسيح فهو رئيس السلام، وبحكمته جاي علشان يدينا السلام، وما فيش قدامه اي مشكله اي معضله. يعني ايام احشوي، ايام داريوس الملك، ايام داريوس الملك كان بيحب امبراطور، يعني ليه السلطان، وكان بيحب دانيال جدا. بس في الشريعه الدستور بتاعهم بتاع مادي وفارس يقول لك اذا الملك قرر قرار وختمه بخدمه ومضاه بايده ممنوع ينكسر، ولو كسروا الملك يتشال من العرش. فجم لعبوا لعبه، قالوا يا مولاي عايزين الشهر ده كله نعمل قرار وتمضيه وتخدمه ان كل الناس تطلب منك، واللي يطلب من حد غيرك نرميه للاسود. الراجل الغلبان انبسط انه موافق، فراح كتب القرار ومضوه. بعد 10 ايام جوله قالوا له دانيال اللي انت بتحبه فتح الشبابيك وصلى وطلب من الهه، وشريعة مادو فارس لا تنسخ، فلازم دانيال يترمي الكوب الاسود. داريوس الامبراطور اللي مسيطر على العالم ما قدرش يحل المشكلة. يقول لك حاول عشان ينقذ دانيال اليوم كله ما قدرش. عارفين قال له ايه؟ قال له يا دانيال بلغتي انا قول له بحماري، انت بقى الهك اللي بتعبده ان كان يقدر ينقذك ينقذك. ادي سلطان البشر، نفس الصورة جابوها للمسيح يسوع. ناموس موسى يقول لك اللي ينقذ ناموس موسى يرجم. فجابوا له امرأة امسكت في ذات الفعل. البعض فيكم ما بيعرفش كلمة ذات الفعل، يعني ايه ذات الفعل؟ يعني لا يعني مش متجوزة وحامل. ذات الفعل يعني الحمل باين عليها، يعني الفعل جواها، الحكم جواها، مش محتاجة لشهود ضدها. الفعل اللي فعلته، ادي معنى كلمة ذات الفعل. فلما جابوا له المرأة التي أمسكت في ذات الفعل قالوا له الشريعة بتاعة موسى بتقول إن الست دي تترجم، وأنت تقول إيه؟ دخلوه في مشكلة زي اللي دخل فيها مين؟ داريوس. بس داريوس ما عندوش حكمة، وكان يسوع قدامه طريق من الاثنين. لو قال تترجم وريح نفسه يبقى أصبحت رسالة يسوع فاشلة. ليه؟ لأنك أنت بتقول إنك جاي تخلص ما قد هلك، أجبنا جبنا لك ست هلكة معرفتش تخلصها، يبقى رسالتك فاشلة. وإن قال ما تترجمش يبقى كسر الناموس بتاع موسى. يبقى إذا هنا يترجم هو وما تترجم وهو وهي مع بعض. لكن شوفوا حكمة يسوع، قال هي تستاهل الرجم، بس برضو المفروض اللي يقوم برجمها ما يكونش كسر الناموس، لان اللي يكسر الناموس ما يطبقوش على غيره. من منكم بلا خطيه فليرميها باول حجر. مين فيكم بلا خطيه يرميها باول حجر؟ وابتدى يميل في الارض ويكتب بصبعه، انصرفوا كلهم. حكمة عجيبة تورينا يسوع المفروض اللي يرجم الست دي كلها مين؟ هو، لأن الذي بلا خطية هو اللي يرميها. طب ليه ما رجمتهاش؟ قال لا، أصل هم عملوا عملية ما خدوش بالهم منها. عارف ايه هي؟ أتوا بالمرأة وأوقفوها في الوسط. خلي بالك من إنجيل يوحنا، أوقفوها في الوسط، والوسط ده مكان مين؟
ده مكان يسوع، مكان يسوع. يعني تلاقي مثلا حيثما اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي اكون في وسطهم. لما نروح السماء نقول وفي وسط العرش خروف قائم كانه مذبوح. لما نروح عند الصليب نقول لص عن اليمين ولص عن الشمال ويسوع في الوسط. نروح للاجبيه يقول له صنعت خلاصا في وسط الارض كلها ايها المسيح الهنا. يبقى الوسط ده مكانه، وما دام اتحطت مكانه قال لي انت تتفضل المشهد دينك وانا اللي هموت بدالك، انا هاخد الخلاص. حكمه الله الفاديه الكامله اللي بتخلينا ما نخافش يا احباء، ما تخلينا ما نضطربش، تخلينا ما ننزعجش من اللي بيحصل حوالينا. مره تاني حب يوقعوه في مشكله فقولوا واحد معاه 10 دينار، انا بوضحها عشان تفهم، وما فيش غيرهم وعليه جزية القيصر 10 دينار وعليه نذر الرب من العشور 10 دينار، يعني المطلوب منه كام؟ 20، وما عندوش غير 10، يدي مين الاول ويأخر مين؟ طب جايبين له ليه؟ أيجوز أن نعطي الجزية لله أم لقيصر؟ طبعا المفروض ربنا نمرة إيه؟ واحد. أول ما يقول لهم لا، إدوا العشرة لله، وبعد كده لما ربنا يفرجها إدوا لمين؟ لقيصر. ياخدوا الكلمتين مبخرين بالشهود ويروح يقول له ده بيقول للناس ما تدفعوش الجزية لقيصر وادفعوها لربنا عشان يقلبوا عليه الدولة الرومانية. والآن ادوها القيصر وما تدوش لله يبقى خاف. لكن حكمة يسوع الذي ليه للموت مخارج، عند السيد الرب للموت مخارج، قالوا ممكن توروني دينار؟ راح موريني دينار. قالوا الصورة دي بتاعت مين؟ قالوا له بتاعت قيصر. قالوا طب والكتابة اللي من الناحية التانية؟ قالوا بتاعت قيصر. قال إذن اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. يعني ربنا عايز فلوسكم مش عايز فلوسكم. وطلعت الحكاية فشك. دي حكمة بتفهمنا احنا اليومين دول خايفين ازاي الروح القدس اللي بياخد من المسيح اللي فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة ويدينا، واحنا اللي فينا اقوى من اللي في العالم وعايشين مضطربين وخايفين، ومصر رايحة على فين، ولو مسكت التيارات الاخرى هنعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ايه العبط ده؟ طب ما من 6000 سنة الشيطان ماسك العالم، رئيس العالم ابليس اكبر شرير ماسك العالم من 6000 سنة، وشعور رؤوسكم محصاه لما يجي شرير صغير يخوفكم؟ لا طبعا، لا، شعور رؤوسكم محصاه هو امس واليوم والى الابد. وما يدينا دروس واحنا مش واخدين بالنا. ودروس ربنا لما يحب يظهر قوته عارفين يظهرها فين؟ حد يعرف؟ ادرسوا الكتاب، يظهرها في الاربعينات على طول لما حب يبعت لنا الشريعه اداها لنا بعد 40 يوم. لما حب يقدم الشعب ويربيه 40 سنة. لما إيليا ملكة اللي هي إيزابل الشريرة قالت له أنت قتلت أنبياء البعل؟ طيب وحلفت بآلهتها وبابوها إن في 24 ساعة هتكون معاهم. إيليا سمع الكلمة دي وركب وترعى. إيه يا إيليا؟ أصل الست دي واعرة، دي شريرة، دي المخابرات كلها معاها، ده ماسكة السلطان كله، ده ختم الملك في الملك في ايدها، ده هيجيبوني من تحت تقاطيع الأرض، يا رب خدني أحسن. قال له لا، عشان أظهر قوتي لازم أمشيك من غير أكل وشرب 40 يوم. ومشي 40 يوم. عارفين بعد 40 يوم
أظهر الله قوته لمين؟ لإيزابل. قال أنت قلتي في 24 سنة إيليا يموت، دلوقتي 2400 سنة مضوا وإيليا لسه ما ماتش. إيليا لسه ما ماتش. ربنا بطريقته بيظهر كده، بيظهر وأظهر لنا ثلاث أربعينات بس إحنا بننسى. الأربعين الأولانية السادات وقف وقال سحبت القرار اللي بيقول إن الأنبا شنو ده بره. طب القرار ده بتاريخ كام؟ تاريخ عيد جلوس البابا، وعيد جلوس البابا يوم كام؟ 14 نوفمبر. ربنا يقول له سحبت القرار؟ لا سحبت. طيب انت هتموت 6 اكتوبر، ومن 6 اكتوبر ل 14 نوفمبر ال 40 بتاعك يوم عيد جلوسه هتكون ليك تحت التراب 40 يوم. حصلت المذبحه بتاعت القديسين راس السنه 40 يوم، كانت 11 فبراير اتشال حسن مبارك، واحنا برضه خوفين ومرعوبين ولا بندرس ولا عارفين. ويتصور لنا ان ده عن طريق الصدفه. جت احداث ماسبيرو 40 يوم قامت الثوره الثانيه اللي قالت يسقط المشير. يبقى اذا هنا يا احبائي ونادت بالكل ان لازم الحكم العسكري يتشال، واستجاب وهيتشال. ليه؟ ليه رغم كل ده شايلين طاجن ستكم وخايفين ومرعوبين ومتهزين؟ احبائي حكمة سليمان حكمة يسوع، حكمة يسوع قوية. قريت في الأربعين خبر بتاع الأنبا أنطونيوس، قصة عجبتني قوي. بيقول جاله شيطان قال له يا ويلك يا أنطونيوس يا سواد ليلك. فبص له قال له ليه؟ قال له أنت عارف أنا جاي منين؟ قال له جاي منين؟ قال له أنا جاي من الهاوية. إبليس عمل اجتماع لكل الشياطين ورسموا خطة عشان يهتوك بالكامل ويمسحوك بأستيكة، وأنا صعبت عليا جيت علشان أحذرك تخلي بالك. أنبا أنطونيوس بصله قال له إيه؟ يسوع كان معاهم الشيطان الغاز؟ قال له لا طبعا. قال له بس يسوع معايا وإن كان الله معنا فمن علينا؟ مين علينا بعد كده؟ من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر به؟ خلوا كنيستكم مبنية على حكمة يسوع، حكمة يسوع اللي قال لكم عليها أو أبي يعطيكم ثمن وحكمة لا يستطيع جميع معانديكم أن يقاوموها. أنبا فان اسقف طمع لما اتقبض عليهم أيام السادات، أنبا فان طيب جدا، كان محطوط في الكشف اول واحد هتحقق معاه النيابه وهو في السجن. فجم بالليل وقالوا له استعد بكره الساعه 9 الصبح هتمثل امام النيابه عشان تحقق معاك. وانبا فان يقول انا لا عمري دخلت اسم ولا وقفت قدام ظابط ولا دخلت في مشكله ولا اعرف حاجه عن الامور دي كلها. وزملائه طبعا علشان ينصحوه خوفوه. للاسف فولكان قالوا له خلي بالك دول بتوع النيابه يلفوا ويدوروا لغايه ما يوقعوك ويلفقوا لك تهم انت ما عملتهاش، فخلي بالك قبل ما تجاوب على اي سؤال يساله لك وكيل النيابه. يقول الليل كله ما نمتش. وقلت له يا رب انا بطالبك باللي انت بتقوله، أعطيكم فمن وحكمة لا يستطيع معانديكم. أنا بقف قدامك وبقول لك اديني حكمة. وبيقولوا الصبح دخلت. أول ما دخل قدام وكيل النيابة، وكيل النيابة بيقول ما سألنيش غير سؤال واحد، اسمك وسنك. فقلت له اسمي كذا وسني كذا. قال له التهمة الأولى، في تهمة بتقول انك انت بتدي عطايا وملابس واكل ولحوم للمسلمين علشان تدعوهم للمسيحية. قال قبل ما افتح بوقي واجاوب بصيت لقيت وكيل النيابة بيقول للسكرتير اكتب الاجابة، المسلمين والمسيحيين كلهم اولادي وانا بحب الكل وبساعد الكل.
يقول ويسأل ويجاوب، ويسأل ويجاوب. أدانا ربنا قالوا مش هحط على لسانك الحكمة ده، أنا هحط على لسان غيرك، لأنه إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل حتى أعداؤه يسالمون. نمرة 2، البيت اللي بناه. البيت اللي بناه سليمان كان جميل بس اتهد، لكن البيت اللي بناه لكم يسوع ده اسمه هو، انتوا مبنيين على يسوع. فاكرين اول بيت يسوع يبنيه لما سأل وقال ماذا يقول الناس عن ابن الانسان؟ قال له سمعان انت المسيح ابن الله الحي. ما هنا بداية بناء الكنيسة. قال له طوباك يا سمعان، لحم ودم لم يعلن لك ذلك بل ابي، انت بطرس. وكلمة بطرس معناها لا مش صخرة، بطرة يعني صخرة، أو ده ما بنعرفوش. أنت بطرس وعلى هذه البطرة، بالإنجليزي أنت ستون وعلى هذه الرك. ستون يعني حجر صغير، أنت أول حجر صغير يتحط على الصخرة. بطرس يجي لراوس يقول له انت المسيح ابن الله الحي، يقول له انت بطرس نمرة 2. تيجي حضرتك وحضرتي وضعفي نقول له انت المسيح ابن الله الحي، يقول لك وانت بطرس بعد الكذا مليون. اداري احنا كلنا احجار حيه مبنيه في هيكل الله، لكن الصخره كانت تتبعهم، وكانت الصخره المسيح. وطالما البيت مبني على المسيح أبواب الجحيم لن تقوى عليه. حسوا بالصورة دي. يعني إيه؟ يعني مفيش حد كامل. لو الزوج بتاعك كله عيوب، لو الزوجة بتاعتك كلها عيوب، ده عطية ربنا ليك. لما أقبل عطية ربنا حتى لو معيوبة من إيده، ربنا هيصلحها. طب ما إحنا كبشر معطوبين، لكن عطية الآب للابن، والابن حبنا عشان خاطر الآب، وشد العطب اللي فينا وكملنا، وهيوقفنا قدام الآب بلا عيب ولا غضن ولا دنس. الصورة، الصورة مش بنقول أبدا أبدا ولا يرضيني ولا يشبع قلبه ويحييني غير بس اللي تقول به إيديك. دي عطية الله ليا. مراتي كلها أتعاب، عطية الله ليا. زوجي كله ضعفات، عطية الله ليا. ومادام أنا قبلت العطية عشان خاطر معطيها، خلاص خلاص ده البيت المبني. لأن دايما الشيطان عايز يهد كل بيت اتبنى باسم المسيح، بقول لكم، ويعمل هو بين الاتنين ويلعب لعبة. يقول الراجل انت رب البيت، كلمة كلمتك والشورى شورتك، ولو الكلمة بتاعتك اتكسرت ما بقيتش راجل. طب هو الكتاب قال الرجل ايه؟ رأس المرأة، ما قالش عضلات المرأة. لو قال عضلات المرأة يبقى يشكمها، لكن رأس يعني العقل المفكر، الرأس يعني العقل، يخليه عايز يمشي كلامه. ويجي للست بقى مش يسكت كده، يقول لها لا، ما انت الخدامه اللي اشتروك ببلاش تكنسي وتطبخي، وعمرك راح على هدر وتهديتي، وكل واحد شايف حياته يروح عامل الهوى بالاثنين. للرجل اللي يعيش على الصخر المسيح يعرف ان لما يقول له الرجل راس المراه يقول لك كما ان المسيح راس الرجل. الايه دي مخبيها، الرجل راس المراه كما ان المسيح راس الرجل. المسيح راس الكنيسه ده في موضوع تاني. يعني ايه؟ يعني قبل ما تدي فكرتك لمراتك خدها من المسيح، هل ترضي المسيح ولا لا؟ يبقى انت وهي مشيتوا في فكر المسيح. ولما يجي المراه يقول لها انت تهديتي وضعتي، لو حطت نفسها بالمسيح يقول لها من أراد فيكم أن يكون عظيما فليكن خدام للجميع.
وتعرف ان المسيح نفسه لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. ثلاثة، طعام مائدته. طعام المائدة بتاعت سليمان لما تقروها تستغربوا، كان بيذبح في اليوم 500 خروف، 200 وزة، اليحمر اللي هو الحمام المحمر ما يتعدش، 6 تيران، مش عارف الاعداد الباقي. مش ايه هو للحاشيه بتاعته؟ الاصل الحاشيه بتاع سليمان كانت حوالي 3000 اللي بياكلوا على مائدته، يعني اللي بياكلوا من بيته 3000. طب ده طعام مائده سليمان، حاجه تفتح النفس واحنا صايمين. لكن يا احبائي انا بقول ماده الطفل الصغير، كل يا حبيبي عشان تكبر، بتقول له كده كل عشان تكبر. ولما نسمع ان واحد سنه 80-90 سنة مات نقول ما هو كبير. الله، يعني اكل عشان اكبر واكبر عشان اموت. اذا انا باكل علشان ايه؟ عشان اموت. هاتوا طعام الارض، لكن طعام مائدة يسوع من يأكلني يحيا بي، ياخد حياة أبدية، لأن جسدي مأكل حق، دمي مشرب حق. الأكل اللي بتاكلوه بيديكم حياة، بس حياة فاسدة زيه. أنتوا بتاكلوا أكل قابل للفساد، والدليل على ذلك إن كل بيت في بيوتكم في التلاجة. لو الأكل بتاعكم ما يتعفنش مش محتاجين للتلاجة، لكن التلاجة في بيتك بتقول لك الأكل ده ممكن يفسد. فأنت بتاخد حياة قابلة ليه؟ قابلة للفساد، لأنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. طعام مائدة يعني الأسرة لازم تعيش في طعام مائدة يسوع. ما تفوتوش أسبوع من غير ما تتناولوا، ناولوا عيالكم، ناولوا بيوتكم، عيشوا سر التناول. نمرة 4، مجلس عبيد. لما تقرأ الكلمة دي ما تفهملهاش، تأخرت عليكم؟ قربت خلاص، معلش. مجلس عبيد. ايه مجلس عبيده ده؟ لو رحنا ليوسف، طبعا يوسف عرف اخواته، لكن اخواته ما عرفوش. فلما جه ياكل معاهم حصلت حاجة عجيبة، اخواته كانوا بيستغربوا. طبعا اخواته واقفين سن واحد كلهم. يوسف اول ما وقف شاور لراؤوبين، قال له تعالى بقفل ده الكبير، وشاور لشمعون وانت تعالى جنب، وشاور للاوي وانت تعالى جنب، وشاور ليهوذا وانت تعالى جنب. رصهم حسب ترتيبهم. الكتاب المقدس بيقول كده ان يوسف هم استعجبوا ليه. طب ده راجل ما يعرفناش، ازاي يحط مثلا راؤوبين على راس المائده ويحط مش عارف بنيامين في الاخر وحطهم بالترتيب؟ ليه حطيت الراؤوبين الاول؟ قال لانه البكر، والبكر رمز ايه؟ بيقول له راؤوبين بكر فضل القوه وفضل البهجه وبنت البكر. يعني ايه؟ يعني كل واحد فيكم ليه غلاوه خاصه. صدقني ساعات يجيني فكر ان ربنا ده مش فاضي غير ليا. يعني لما اجي اقول يا رب لو جاني قلق في نص الليل ممكن اتكلم معاك؟ يقول لي قوي. طب ولو في الفجر؟ يقول لي قوي. طب والظهريه؟ يقول لي اه. طب والمده اللي اكلمك فيها قد ايه؟ يقول لي زي ما انت عايز. طب مش هتزهق مني؟ يقول لي لا، بس يا ريت انت تصلي كل حين ولا تمل، يا ريت ما تملش انت. ايه رايكم في الاجتماع اللي احنا مجتمعينه دلوقتي؟ حيث ما اجتمع 2 و3 قعد وسطينا. تفتكروا يسوع هو اللي هينهي الاجتماع؟ لا، احنا اللي هننهي الاجتماع. لو قعدنا للصبح هيفضل قاعد وسطينا. طب ايه رايكم لو ابونا دلوقتي بعد ما خلص الاجتماع قال لكم امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم، ومشيتوا كلكم، فضلوا 2 قاعدين، يفضل قاعد في وسطينا. ايه يا رب؟ ايه يا رب ده؟ ايه الحب؟ لان ده محبه. هو بيقول لذتي
في بني آدم فعلا زي ما قال القديس غرغوريوس، لا تستطيع قوة النطق أن تصف لجة محبتك للبشر. نيجي بقى للخدام، موقف خدامه، خلي بالكوا، وملابسه وسقاته اللي بيسقوه وملابسه. ايه اخويا الكتاب المقدس عايز يقول لنا من لبسه؟ احنا مالنا ما يلبسوا اللي يلبسوه؟ لا، من هم الخدام؟ دول خدام الكلمه. ومن هم السقاة؟ دول المسبحين. ما الكنيسه عباره عن كلمه وترنيمه. المسيح يسوع في المزمور 22 بتاع الهي الهي لماذا تركتني، عارف بيقوم بالعمليتين معانا مع الخدام. يقول ايه؟ واخدين بالكم؟ يقول ايه مع الخدام؟ ان المسيح يسوع يكلمنا، اخبر باسمك اخواتي، ونمرة اتنين في وسط الجماعة وسبحك. يعني ايه؟ يعني اللي وقف يكلمهم ده مش ابونا، ابونا ده سامع زيه زيكم، حتة اناء كله ضعف، ده الروح القدس من خلال ضعفه بيكلم وبيكلمكم وبيطلب منه وبيطلب منكم. طب ولما تقف وترنم ولا تسبح او المسيح بيسبح في وسطك، انت تفتكروا ليه ربنا بيسكت اصوات الملائكه ويسمعكم؟ مع العلم، بس ما تزعلوش مني، لو نزل من السماء حته ملاك صغير وقعد يرنم في وسطينا، صوتنا جنبه نشاز نشاز. لكن الملائكه اللي اصواتها جميله الملائكيه، اول ما كنيسه العذراء تقف ترنم تسبح، مع ان اصواتنا ده اللي بينشز من هنا ويطلع من هنا، يقول للملائكه بس عايز اسمع صوت كنيسه العذراء. ليه؟ اصل طالع من خلال صوت ابن الحبيب الذي به سررت. ادي معنى كلمه اسبحك، اتالي تسابيحنا بتندمج بصوت واحد وتوصل للاب بصوت يسوع. ادي كلمه ملابسهم، ملابسهم يعني الخادم اللي بيخدم لازم يلبس الرب يسوع. يعني ايه؟ يعني لو قدمت لكم نفسي كارميه ابقى انسان فاشل. أنا مش جاي عشان أوصل لكم أرميا، أنا جاي أوصل لكم يسوع. فاكرين لعازر بعد ما قام؟ عارف الخدام عملوا إيه؟ قال لهم إيه؟ حلوه. كان مربوط ثلاث رباطات، الإيدين أي الأعمال، والرجلين يعني السلوك، والعينين الوجه يعني الرؤية. لما واحد تلف وشه بمنديل، العقدة تبقى من قدام ولا من ورا؟ من ورا. علشان اللي يجي الحلم يجي له منين؟ يجي له من ورا، عشان ما يشوفش اللي حل يشوف اللي اقامه، عشان ما يشوفش الخادم اللي بيوعظ يشوف يسوع اللي وصلت له كلمته، عشان يرتبط بيسوع ينبغي ان هذا يزيد واني انا انقص. ادي معنى كلمه، ادي معنى كلمه خدامه ولابسين البس الرب يسوع، وسقاته يعني المرنمين برضه ملابسهم. مهما كان صوتك جميل ومش عايش المسيح ومش لابس يسوع، ترانيمك كسنجل يرن وانا حاسن يطل، لكن مسبحين لله في قلوبكم. الله يريح نفسه. يوسف منصور الارشدياكون حكى لنا قصه ما انساهاش، قال كنا نفسنا ان اليوم البطرك الدكتور وهيب عطا الله اللي هو أنبا غرغوريوس أو أبونا متى المسكين، قالوا بعدين وقعت القرعة على واحد اسمه أبونا مينا. فأنا بسأل بقول لهم يعرف يوعظ؟ قالوا ما بيعرفش يوعظ خالص. قال طب وصوته؟ قالوا له عامل العشية روح شوفه. فبيقول رحت حضرت في الزهراء في الكنيسة العطرية، لقيت صوته مش حلو، بيضغم الكلام ومش فاهم حاجة. قلت له يا رب يعني ما فيش غير تجيب للكنيسة بطرك لا يعرف يوعظ ولا حتى صوت حلو. قال هو طلع بالبخور، جاء عنده قال له يا يوسف انت جاي تسمع صوتي ولا جاي تسمع صوت الله؟
فبيروح تسجد في الارض وبتقول له حللني يا ابونا، كان ابونا مين المتوحد. صوته يخرق السماء، مع ان صوته مش من الاصوات الجميله، أتاري الصوت اللي طالع من القلب، الصوت الجميل مش الصوت الحلو. مرة واحد قال لي على ممثل، على مش ممثل، على اسمه ايه المغني؟ مطرب، بنسى، مطرب من المطربين، قال يا سلام لو كان المطرب ده مسيح واترسم قسيس، كان قداسه يجنن. قلت له رب انا مش عايز غير الأنية الضعيفة اللي يقدر يشتغل بيها ويلمس القلوب بالصوت الضعيف. آخر حاجة أنا عارف بوختها، محرقاته التي كان يقدمها. إيه هي المحرقات؟ القلب الملتهب. ربنا بيظهر لك وبيظهر لك وبيظهر لي كل يوم يقدم حب، كل يوم. حتى عدم أمانتنا لا يلغي أمانة الله. ربنا بيقول لك وانت في الخطية كنت غالي عليا، حتى وانت في الخطية كنت غالي عليا، وزي العيون غلاوتك هتكون. ما تخافش، ما تخافش، يسوع بيقول محبة أبدية أحببتك لذلك أدمت لك الرحمة. فاتح لكل نفس، وفاتح لكل أسرة، وفاتح لكل بيت قلبه. لو عشنا السبعة دول، قال إيه عن ملك السبع؟ لم تبقى فيها روح بعد. فروحنا تنتهي ونعيش بروح المسيح ونقول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.